السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أم شيرين وآية. صراحة راه ملي غتشوفوا هذا الطاجين هذا أكيد أنا تكونوا عارفين شنو السر ديال الطاجين هذا. الطاجين هذا راه غني على التعريف. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطاجين اللي كيجي كلشي كيعرف يصايب هذا الطويجين هذا، خصوصا حنا المغاربة كيكونوا الطويجينات ضروري حاضرين في المائدة المغربية. عندي هاد الطاجين هذا اللي هو بصراحه شريته هنايا وعندي تهرس لي شويه وهكاك ما سخيتش نرميه كما كتشوفوا معايا. اشنو درت له؟ شديت واحد قوت ما خفت غيتهرس لي ولا شي حاجه يزيد يكمل، شديت واحد اللاطه بحال هكا ديال المول ديال الكاطو كان عندي قديم وخشيت فيه الطاجين بحال هكا باش كنهزو كيجيني ساهل بحال هكا. هاد الطاجين صراحه خديته هنايا، خديته هنا غالي بصراحه، خديته غالي بزاف. في المغرب هادشي راه كيدير ماكسيمو كيدير واقيلا شي 50 درهم ولا كاع ماكسيمو يكون 100 درهم. هنا خديته تقريبا شي 30 يورو، هي تقريبا 6000 ريال مغربيه من اسواق السلام. المهم ندوزو الطويجين ديالنا. هنا عندنا الحيمه كديري على حساب الاشخاص، هنا ما كاينش اشخاص بزاف، انا وراجلي وصافي، وحتى ولادي ما كيبغيوش ياكلوا لي الطاجين بحال هكا. ناخذ الحيمه ديالنا، غنديروا نحطوا نوجدوا كلشي ومنها نقدموا المقادير. عندنا هنايا جوج بصلات شلطهم، ما كنشلطهمش، ماشي ضروري تشلطهم بزاف مع اللحم كيدوب دغيا، كيدوب البصله مع خصوصا البصله بيضاء دغيا كتذوب. عندنا هنا واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس والقزبور، ما تكثروش من القزبور والمعدنوس مع الطاجين هذا، ما خصوش يجي فيه القزبور والمعدنوس بزاف. عندنا هنايا المليحه، خرقوم بلدي، انا كنطيب غير بالخرقوم بلدي، سكينجبير اللي بزار، طبعا الزيت اللي هي ضروريه. الزيت كديرو على قياس على حساب اللحم، كاين اللحم اللي كتكون فيه الشحمه كيولي ميدم بزاف. وهنايا اليوم غادي نديرو بالبرقوق وهذا المشمش كما كتشوفوا، هذا المشمش والبرقوق، هذا راه غنسلقو بوحدو غنطيبو بوحدو، البرقوق بوحدو والمشمش بوحدو، حيت الا خلطتهم كيولي المشمش كيولي كحل مع الماء ديال البرقوق. دابا هاد الطاجين غادي نردو يطيب، حيت اليوم انا عندي الوقت زعما فين يطنخ نشعل عليه ونخليه يطيب على راحته، ونقص عليه البوطه وغادي نخليه يطيب. بالنسبه للناس اللي كيكونوا مزروبين، حتى انا شي بعض المرات كنكون مزروبه وتشهيت ناكل في الطاجين، كنديرو في الكوكوت واحد شويه كيطيب اللحم، حيت اللحم كياخذ شويه الوقت، عاد كنقلبوا في الطاجين كيكمل الطياب ديالو. هانتوما معانا تتشوفوا الطاجين ديالي النهائي. هنايا البنات الطاجين ديالنا هو هنا رديته كيتشحر، غادي نخليه يتشحر. هنايا كنقص عليه البوطه وكنخليه يطيب على راحته، حيت الانسان ملي كتكون عنده الوقت قدامه ماشي ضروري يكون يديرو في الكوكوت ولا، هنايا كيطيب على راحتو، حتى هاد اللحم هذا كيولي رطب وهشيش. كما كتشوفوا عندي هنا الكسرونه، غادي ناخذ هاد المشمش هذا هو الاول، غادي نديرو في الكسرونه، غادي ندير فيه نزيد عليه شويه الكاس ديال الماء وغادي نردو يطيب، حيت انا درت غير القياس ديالي غير انا وراجلي، ما زعما ما كنطيبش بيان سور الا كانت العائله زايده ولا الضياف كندير هادشي بالدوبل. غنردو يطيب حتى كيطيب هاد البرقوق هذا، وكنصفيه من هذاك الماء ديالو، وكناخذ شويه من لاصوص ديال المرقه وكنزيدو عاد كنعسلو، لا هو لا البرقوق،
حيت كل واحد كيفاش كيديرو بطريقته. كاين اللي كيديرو نيشان كيطيب وكيدير عليه القرفه والسكر البرقوق وكيعسلو بهذاك الماء ديالو، انا لا كنصفيه من هذاك الماء، عاد كنزيد غير لاصوص من المريقه وكنعسلو بهذيك المريقه. وهاد الكاسرونه عاوتاني تانية غندير فيها البرقوق، غندير نفس الشكل، غندير فيها واحد الكاس ديال الماء غنخليه يطيب، حتى كيطيب عاد كنصفيه من هذاك الماء عاد كنعسلو. البنات كما كتشوفوا معايا هنايا عندي واحد شويه مطيشه منقيه والخيار، غادي نصايب واحد الشريده اللي غتمشي لي مع داك الطاجين. البنات كما كتشوفوا معايا هذه هي الشريده ديالي غير بالخيار ومطيشه، غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت المائده وشويه ديال الخل، شويه الابزار وشويه الملح، هادشي اللي باش غنزيد عليها ونقدموها ان شاء الله يا ربي مع الطاجين. البنات هذا هو الطاجين ديالي بعد ما وجد، زوقته بهذه الطريقه، هذه البرقوق والمشماش وشويه ديال الجنجلان، كيجي بهذه الطريقه هذه باللحيمه، كيجي بصراحه بنين وزوين. وهنايا الشليضه رافقته بهذه الشليضه غير مطيشه والخيار. هنا الخبز ديال الدار طبعا ما كيخطاناش، دائما كنعجن هذا الخبز هذا. دابا نشارك معكم الطريقه باش كنعجن انا الخبز. هذا هو الغديوه ديالنا ان شاء الله يا ربي باش غنتغداو. نتمنى تتابعوني وتشجعوني في القناه ديالي وتبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم، وتشجعوني تدخلوا عندي للقناه. وبالصحه والراحه الا كنتي وحده كتوحم تسمح ليا، كل واحد عنده خيره في دارو. الله يعاونكم بسلامه، ونتمنى تدخلوا عندي وتشجعوني ان شاء الله يا ربي.